السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا واحد من المواقع المهمة في تعلم لغات البرمجة واللغة الإنجليزية، وكذلك يوفر مصادر أخرى كالمشاريع والكتب. والحلو بهذا الموقع أنه يكون باللغة العربية، ومثل ما نشوف هنا مثلا على سبيل المثال عندنا تعلم اللغة الإنجليزية، البرمجة، قواعد البيانات، لغات البرمجة مثل البايثون، CSS، HTML، C++، جافا، الخوارزميات. تقدر تختار أي دورة معينة، على سبيل المثال لغة البرمجة بايثون، وراح تشوف هنا شلون راح يبدو وياك من نظرة عامة إلى أن أي شيء تحتاجه، يعني يبدو وياك من الصفر حتى مراحل متقدمة بالبرمجة. قد تحتاج إلى مثلا تحميل كتب معينة، على سبيل المثال تجي إلى خانة الكتب وراح تلقى هنا مجموعة من الكتب اللي تقدر تحملها وتستفاد منها بصورة مجانية. قد تحتاج إلى مقالات موجودة بهذا الموقع، قد تحتاج مثل ما قلنا إلى مشاريع موجودة بهذا الموقع، دورات موجودة مثل اللغة الإنجليزية، لغات البرمجة. هذا كل ما يخص موقع اللي اسمه الهارمش دوت كوم. راح نترك الرابط مال هذا الموقع أسفل الفيديو بصندوق الوصف. أتمنى أنه يكون هذا الموقع نال إعجابكم، وأنا أشكركم جزيل الشكر، وإن شاء الله نلتقي بمعلومات أخرى. ومع السلامة.